الشهيد كان عايش حياته رسالة، من بيت الشهيد نتعلم يا مصري تعالى. ازاي الشهيد كان عايش حياته رسالة، كرم وطيبة وقلب حنين ده بعشر رجالة، كرم وطيبة وقلب حنين ده بعشر رجالة. موت يعلي ربه ورحم بأهله، ده نموذج وحال، نموذج وحال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم، حلقه جديده من درع الوطن في رمضان وافطار مع اسره الشهيد. النهارده حلقتنا هتكون من ايتاي البارود بمحافظه البحيره، وافطار مع اسره الشهيد البطل العقيد رامي حسنين، احد ابطال القوات المسلحه واحد شهداء مصر الابرار. مشاهدينا، احنا وصلنا ايتاي البارود قبل اذان المغرب مباشره، هنشوف جيرانه واصحابه هيقولوا ايه عن الشهيد العقيد رامي حسنين وعلاقتهم كانت عاملة بيه إزاي. وكمان هنزور المعهد الديني الأزهري اللي بيحمل اسم الشهيد العقيد رامي حسنين. مشاهدينا خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، كان أول مكان جينا هنا في ايتاي البارود هو المعهد الديني الازهري اللي بيحمل اسم الشهيد العقيد رامي حسنين. هنلتقي مع القائمين على اداره المعهد، هنشوف هيقولوا ايه على العقيد رامي حسنين. الشهيد رامي حسنين الله يرحمه كانت علاقة حميمة وعلاقة وطيدة بينه وبينه، لقرب السن بيننا وان احنا ابناء بلد واحدة ومتربيين سوا، فكنت قريب منه جدا يعني. وهو كان انسان بمعنى الكلمة يعني، هو كان بيحمل معاني الانسانية كلها. الصفات اللي كانت اهم صفاته كانت ايه يا فضيلة الشيخ ناصر؟ بيحب انه يكون متفاني في العمل، يحب وطنه، يحب يجاهد بسبيل الوطن، وبيحب انه هو يكون في عمله على أكمل وجه أو يقوم بعمله على أكمل وجه. وهو يستحق أن المعهد يتسمى باسم الشهيد رامي حسنين، ده أجل واجب عمل للشهيد. الشيخ قول لنا آخر مرة شفت فيها العقيد شهيد رامي كان إمتى؟ كنا حوالي قبل استشهاده بحوالي 25 أو 23 في الحدود دي. كنت في الشارع ولا في بيت ولا؟ لا، هو كان في اتصال بيني وبينه أنه هو نزل بالسلامة، ورحت شربت معه الشاي وقعدت معه شوية وتكلمنا في أمور الدنيا وفي أمور الدين، ويعني من الحديث العادي اللي بيدور ما بين أي اثنين أصدقاء أو اثنين أصحاب. الشيخ ناصر، واحنا في رمضان النهاردة تدعو لصديقك الشهيد رامي حسنين بإيه وكل شهداء الوطن؟ احنا طبعا الشهيد ليه منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكفي الشهيد شرفا أن هم أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، فإحنا بندعي ربنا عز وجل أن يرفعه في درجة الشهداء والصديقين والنبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقة. ودي الشهداء عند ربنا سبحانه وتعالى لهم المنزلة العظمى، ولذلك ربنا عز وجل جعل الجهاد في الإسلام مكانة عالية جدا نقتدي فيها دائما بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اللي جاهدوا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ومن أجل الحفاظ على الوطن، ومن أجل الحفاظ على بنية الإسلام. فإحنا في شهر رمضان بندعو ربنا عز وجل أن جميع شهداء مصر ربنا يرحمهم برحمته، ورسالة لكل شهيد، ورسالة لكل أم شهيد، ولكل والد شهيد، ولكل زوجة شهيد، ولكل ابن شهيد. مصر بتلد شهداء، مصر بتحافظ على أبناء الشهداء، وحق كل شهيد في الوطن إن شاء الله هيرجع بفضل الله عز وجل، وفضل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضل قواتنا المسلحة اللي هي بتقوم على حماية الأرض
والعرض وحدود أرضنا وتراب أرضنا. مشاهدينا الكرام، واحنا موجودين في منطقة منزل أسرة الشهيد رامي حسنين، لقينا مكتبة معلقة أبيات شعر بترسي فيها الشهيد رامي. هنعرف حكاية أبيات الشعر دي إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك طيب. إيه علاقتك بالشهيد رامي حسنين؟ رامي يعتبر أخويا الكبير وأكثر من أخ. تعرفهم كم سنة؟ داري من مولودين سوا. هو في نفس سنك؟ لا، هو أكبر مني بسنتين. أكبر منك؟ حتى وإحنا كنا بنلعب هو كان أكبر مني على طول، أنا كنت نلعب معاه. قول لنا علاقتك بيه كانت عاملة إزاي؟ رامي نتكلم على رامي الأول. رامي الإنسان، رامي كان إنسان بمعنى معاني الكلمة، كشخصية، كأدب، كأخلاق، كطيبة، كشجاعة. آخر مرة شفته إمتى قبل الليس؟ كان عندي هو رامي اليوم اللي سافر فيه، قبل ما يسافر بيوم كان عندي، لف على الشارع كله، كان ابتسامة مش قادر ننساها لحد دلوقتي. حاجة قال لك ايه ولا بتفتكر؟ الابتسامة بتاعته انا مش قادر ننساها لحد دلوقتي. ربنا يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. قول له ايه النهارده؟ نقول له ربنا يرحمك وان شاء الله في الجنة. سيادة العقيد ده اخ ليا وصديق شخصي، ووالده يعني يعتبر والدنا كلنا يعني. اهم حاجة كانت بتميز العقيد رامي ايه كابن منطقة يعني؟ العقيد رامي اهم شيء فيه كانت الشجاعه والرجوله والبطوله. حتى تشوفه حضرتك كده وهو ماشي تحس بشهامه، تحس حضرتك بقوه وبصلابه. عليه رحمه الله، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ميزه، ما استشهدش عليه رحمه الله، ما ماتش العقيد، لان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جار عزيز من سن الطفولة نعرفه معرفة شخصية، كان إنسان في كل الصفات الطيبة، كلماته كان معناها حب المصر، دايما كلماته كانت مجسد فيها حب المصر. حضرت الجنازة بتاعته؟ حضرت الجنازة حضرتك. عاملة زي كانت كبيرة جدا طبعا لحب الناس ليه، لتالي البارود كلها حزنت على العقيد رامي، لكن عزائها الوحيد أنه عند ربنا وأنه أدى الواجب وعمل اللي عليه واللي مطلوب منه، وده كان عهدنا بيه دايما. يعني العقيد رامي كان شخصية من البداية، شخصية عظيمة، حاسس بمعنى المسؤولية تجاه بلده وتجاه أهله، كان حريص دايما على أن يكون مظهره يليق بالقوات المسلحة. وكان مثل طيب يعني، وعلاقته بكل اللي حواليه جميلة جدا. افتقدناه لكن فرحانين ان هو في مكان افضل ان شاء الله تعالى. اخر مرة شفت فيها العقيد رامي كده؟ وكان دائما بيتجمع معنا في صلاة الجمعة للشهيد رامي، وكان دائما ان هو بمثابة الاخ والاب، وكان له بصمة كبيرة في حياتنا كلنا كشباب، وكان دائما بيجتمع بينا على الخير. وكان دائما الشهيد رامي احنا بنستودعوه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا بنقول في حق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وندعو الله سبحانه وتعالى ان الشهيد رامي هو في مكانه عند الله سبحانه وتعالى احسن من المكانه دي، وهو يستاهلها. عرفتوا حادثه الاستشهاد ازاي؟ وكانت كردوا فعليكم هنا كاهل منطقه يعني. خيم الحزن علينا كلنا وعلى اهل المنطقه من الكبار للصغار بالاتصال الهاتفي لما وصل لوالده في البيت، فخيم الحزن علينا كلنا هنا. الصداقة والوفاء سمة من سمات المصريين وبيحرصوا عليها دايما. معنا بعض أصدقاء وزمايل الشهيد رامي حسنين. الشهيد رامي حسنين أيام دراسته كان عامل إزاي؟ كان طيب جدا، محبوب جدا في وسط زمايله، وكان بيمتاز بصفة القيادة يعني. كان دايما حتى هو ماشي في وسطنا كده تحس إنه قائد، راجل له هيبة وعظمة في الكلام. اولا لا يستعظم على اللي خلوه ونحتسبه رحمه الله عليه، الله يرحمه ويحسن اليه. كان محبوب جدا، كلمه محبوب بالنسبه له كمان شويه لا تصف، مش حقه في وسطنا احنا كزمايله. صفاته استاذ احمد كانت صفاته السماحه والطيبه والتواضع، والحمد لله هو نال مكانه ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بيها ان هو يكون من الشهداء.
كلنا عرفنا الخبر طبعا كانت صدمه بالنسبه لنا كلنا جميعا، لان العقيد رامي الله يرحمه من الشخصيات المتميزه جدا اللي صعب ان هي تتكرر في الزمن اللي احنا موجودين فيه. راجل متواضع جدا مع اصحابه ومع الناس اللي بره في الشارع، بيتعامل مع الناس كلها باحترام بطريقه فوق الخيال. شخصيه فريده من نوعها، شخصيه صعب ان هي تتحقق تاني في الواقع. الله يرحمه ويسامحه، كلنا حزننا عليه، كلنا استقبلنا الخبر بحاجه صعبه جدا على انفسنا كلنا، كل الناس المكان ده. اول ما عرفنا ان خبر الاستشهاد الناس كلها جت اتجمعت هنا. قولوا بايه النهارده؟ ربنا يتقبله فعلا من الشهداء وربنا يلحقنا بيه على خير ان شاء الله. طبعا هو كان رمز مشرف مش لإيتاء البارود بس، ده للبحيره كلها. تم مشاهدينا المغرب أذن دلوقتي واحنا طالعين نفطر مع أسرة الشهيد البطل العقيد رامي حسنين، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. تسمح لنا نفطر معاك النهارده؟ اتفضلوا. كل سنه طيب. اتفضل. مشاهدينا الكرام، احنا داخل منزل اسره الشهيد العقيد رامي حسنين وعلى سفرته، هنفطر معاهم وهنقول لهم كل سنه وانتم طيبين. باشمهندس محمد حسنين والد الشهيد، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب والسلام ان شاء الله. اسمح لنا نفطر معاك، بس قبل ما نفطر تعرفنا باسره الشهيد العقيد رامي حسنين. اتفضل. محمد حسنين والد الشهيد رامي محمد حسنين، الدكتوره رشا فريد عبد المنصف ابراهيم زوجه المرحوم الشهيد العقيد رامي محمد حسن. أهلا بحضرتك. دكتورة صيدلانية. الأخ محمد فريد عبد المنصف أخوها. أهلا وسهلا. وخال الوليد. تمام. والوليد حسنين محمد حسنين أخو الشهيد رامي محمد حسنين. أهلا بيك. ومكمل الأخت أشواء زوجة حسنين محمد حسنين. أهلا وسهلا بيك. وصوتك نورسين ومدارين. نورسين رامي محمد حسنين، دارين رامي محمد حسنين، دول عيوني وقلبي وروحي. ربنا يخليهم لك يا رب ويحافظ عليهم ويبقى يعني امتداد لوالدهم الشهيد. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تأكد ان لو عيني تغمض وما بنشوفهمش تبقى عيني ما تغمضش تاني. ربنا يباركك فيهم يا باشمهندس محمد. مدام رشا، قولي لنا بقى اخر مره عملتي اكل في رمضان كان ايه للعقيد الشهيد؟ هو رامي دلوقتي ده ثالث رمضان من غيره. هو كان بيحب عاده يعني في رمضان يعمل يدخل قبل الفطار كده بنص ساعه العصاير يعملها. والولاد كان نورسين موجوده بس دارين اللي دارين لا دارين اتولدت قبل رمضان اللي هو اخر رمضان لباباها ب 10 ايام، اساسا كان عندها 5 شهور لما استشهد والدها. تمام. 5 شهور. بس محمد قبل ما نفطر يعني واسمح لنا ان احنا نفطر معاكم، ندعو للشهيد رامي وكل شهداء مصر. يا رب تقبل شهادته، اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم استجب. اللهم تقبل. اسمح لنا باشمهندس محمد نفطر معاكم النهارده. اتفضلوا. بخير وان شاء الله يكون فطار طيب إن شاء الله. الشهيد رامي حسنين، مواليد 7 مايو لعام 1975، التحق بالكلية الحربية عام 1993 وتخرج منها عام 1996. فور تخرجه انضم لسلاح الصاعقة، حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. سافر للكثير من البعثات الخارجية، حصل خلالها على كافة فرق الصاعقة المتقدمة والأساسية. شغل منصب قائد لكتيبة الصاعقة. شارك في عملية حق الشهيد بسيناء أواخر عام 2015. نال الشهادة في 29 من أكتوبر عام 2016. له من الأبناء نورسين 8 سنوات ودارين 3 سنوات.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا داخل منزل أسرة الشهيد رامي حسنين رحمة الله عليه. بعد ما افطرنا معاهم هنتعرف على الجانب الإنساني للعقيد رامي ونتعرف على أسرته أكتر وأكتر. باشمهندس محمد أهلا بيك مجددا، وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب وكلكم طيبين، وشرفتمونا في بيت العقيد الشهيد رامي محمد حسنين. أهلا بكم. أهلا وسهلا بيك. قول لنا ترتيب العقيد رامي بين إخواته باشمهندس محمد. بالنسبة للصبيان فهو الثاني صب، وبالنسبة ليهم لأن هم ولد بنت ولد بنت، فهو رقم ثلاثة في المواليد. قبله بنت وبعده بنت. برضو في البداية بنقول للوالدة الشهيد ألف سلامة عليها، وهي يعني كنا نتمنى أنها تبقى موجودة معنا، فبلغها تحياتنا ولها ألف سلامة عليك. الله يسلمك. قول لنا اخر مره شفت العقيد رامي واتكلمت معاه كان قبل الاستشهاد بكام يا باشمهندس محمد؟ يوم الخميس اللي هو قبل استشهاده. هو استشهد يوم السبت 29/10/2016، فهو كان مساء الخميس كان معايا في البيت الثاني. وبعدين فبنقول له يا رامي ما تهد الموضوع شويه، فقال لي دي تسوي لي ما تفرقش معايا يعني. قال لي دي تسوي لي، حط ايديك كده دي تسوي لي. فانا سكت طبعا، هو دي عقيد، هو عقيدته يعني النصر او الشهاده. الرحمن كان انسان قبل كل حاجه، ولكن كان اسد، ولكن كان جسود، ولكن لم يكن ليأجل من أحد، لا يخاف إلا الله، قوي البني، شديد بعد النظر. كان علاقته بإخواته إيه يا باشمهندس محمد؟ حنون، حنون جدا بجد، يخاف عليهم، يزورهم دائما. لما كان يقول مثلا حسنين، ما يقولش حسنين كده، لا، حسنين أخوي، شهناز اختي، يسرى اختي، بار باسرته واخواته جدا. هنشوف الدكتوره رشا زوجة العقيد الشهيد رامي حسنين. انا شايف عينك بكاء. والله هو ذكريات رامي كلها معايا الله يرحمه كلها ذكرى كويسه وجميله، بس وبحب دايما افتكره بكل حاجات حلوه، وهو فعلا عمل لي كل حاجه حلوه في حياتي، بس ده الحنين يعني الله يرحمه، بس ده وجع الفراق بس، لكن هو ما سابش غير كل ذكرى طيبه. ربنا يصبرك. دكتوره رشا كم سنه تميز مع العقيد؟ 5 سنين و10 شهور و8 شهور بالظبط، 5 سنين و8 شهور. مدة كبيره يعني، لكن ساب فيك اثر كبير اكيد. هو الحاجات دي مش بتبقى بالوقت، رامي كان حب عمري الله يرحمه. يعني بجد هو مش جودي بس، ده حبيبي بجد يعني، وابو بناتي وحاجات كتير الله يرحمه. اخر مره اتصل بيكي قبل الاستشهاد؟ كان في اجازه قبل ما يسافر، يعني هو نزل اجازه وكان يوم الخميس ده اللي هو يسافر الجمعه الصبح، اصلا استشهد يوم السبت الصبح، يعني هو ليله اللي باتها بره البيت. كان اخر حاجه هو صراحه مش مكالمه تليفونيه، هو بعت لي مسج حاول يكلمني كتير، ما كانش فيه شبكه، وكنت بس بقول الو الو بس ما فيش خط، فانا عارفه ان هناك الاتصالات وحشه والشبكات دايما وحشه، فلقيته بعت لي رساله بيقول لي انا بخير بس الشبكه ضعيفه، لقيته بعت لي برده مسج على الواتس، رساله وصلت، كان يعني بيحاول بكل وقت بكل طريقه انه يطمني عليه، لانه عارف ان كنت بقلق جامد عليه. انا اتجوزت رامي في وقت الثوره، تمام، وخلفت بنيتي بقى بنتي الكبيره، خلفتها في احداث محمد محمود، يعني هو رجعني البيت وحتى ما رضيش خلينا بقى في المستشفى عشان يروحني، ورجع شغله واستدعوه، ودارين الصغيره دي كانت في حق الشهيد اساسا ما حضرتش والدتها، قعدت 20 يوم بقى لما رجع اول ما شافها وكده، وكان ساعتها اول يوم جه فيه كان اول يوم رمضان. حضر معاكم بقى اول يوم رمضان اللي هو اخر رمضان، اللي هو كان اخر رمضان اللي كان اول مره اشوف دارين بنتي، ده هو ثالث رمضان دلوقتي زي ما انتوا. ثالث رمضان ده. طب اسمحك ونشوف الاستاذ حسنين. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ حسنين. انت اخو العقيد رامي الكبير، علاقتك بيه كانت عامله ازاي، والفرق بينك وبينه كام سنه؟ هو الفرق بينه وبين رامي الله يرحمه كان 4 سنين. العلاقه بيننا ما كانتش علاقه اخ بس، لا كان في صداقه صحوبيه، كنا كان لنا اسرار خاصه بينا احنا، كان لنا افعاله واعمال خاصه، احنا بنحب نعمل حاجه بنتفق
كان لنا يعني في البيت، حتى كان لنا جزء مستقل من البيت خاص بينا احنا، نستقبل فيه اصحابنا نقعد معاهم. رامي بينه وبينه اسراره يمكن لحد دلوقتي ما حدش يعرفها غير الله يرحمه طبعا. بعد ما مشي قبل الاستشهاد كان اخر لقاء بيوم الاربع قبل الاربع اللي قبل استشهاده، هو سفر الجمعه والاربع ده كان اخر لقاء ليا بيه، واداني هديه. سألت ازاي ان الاستشهاد؟ كان يوم صعب، انا كنت في الشغل، كان يوم سبت الصبح. حد كتير من اصحابي اتصلوا بيا، انت فين؟ انا في الشغل. اطمن، هو سمع حاجه ومش عارف، عارف ان انا ما فيش حاجه لسه، فخلاص اسكت. انت بتتصل ليه يعني؟ لا بطمن عليك بس. خلاص يا شويه اخويا، حد من اخوالي كمان اتصل بيا، انت فين؟ في الشغل. هو في ناس كتير قوي عرفتنا على النت بس خايفين يقولوا لي، او خايفين الخبر يجي من عندهم، او قلقانين يعني عليا. شويه لقيت حد بقى يعني قلب جميل شويه، قال لي انت ما قريتش حاجه على النت؟ قلت له لا. قال لي اصل في خبر بخصوص رامي كده، اصابه او حاجه يعني. ففتحت فين؟ قال لي ده في صفحه من صفحات الفيس. فقريت الخبر، انا مش مصدق، رامي لسه الاربع اللي فات كان معايا ومسافر الخميس الفجر او الجمعه الفجر، مسافر يوم الجمعه الفجر. ف يعني حصل لي حاله ذهول شويه، جمعت نفسي واتصلت بحد مكتب مستشار عسكري، فانا بكلمه راح هو انهار في البكا قبل ما اقول حاجه. فطبعا انا بصراحه انهارت، ركبت وجيت هنا، لقيت الدنيا، عرفت طبعا الخبر، حد من زمايلي كان معايا جابني من دمنهور لحد هنا، بس انا ما كنتش يعني مركز قوي. نزلت لقيت في ناس كتير موجوده في البيت، فالحاج سالني سؤال، هو الخبر ده بجد؟ فقلت له بس كده، بس كده، هو باذن الله شهيد، باذن الله شهيد. اهلا بيك يا مدام اشواق. انا شايف الميداليه بتاعتك صوره العقيد الشهيد رامي. الميداليه بابا اللي عملهم واداهم لنا، وهو رامي اخوي الله يرحمه. قولي لنا، كان اخر مره شفتيه امتى وعزمتيه امتى في رمضان؟ رامي بسيط جدا، ابسط حد ممكن تقابله واطيب حد ممكن تقابله. يعني عمره ما عيب على اكل، عمره ما طلب حاجه، عمره ما تعبنا في حاجه. ما كنت برتب له حاجه وبعمل له حاجه كان يقول لي ليه بس كده، ما انا كنت لما اجي هعملها. فهو يعني خفيف جدا. ازيك يا نورسين؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت؟ قولي لنا بقى اسمك بالكامل ايه؟ نورسين رامي محمد حسن محمد. قولي لنا اخر مره شفتي بابا امتى؟ اخر مره في العيد ميلاد اتصور معايا. اخر هديه جابها لك ايه بقى؟ يا نورسين ما تعيطيش، ده بابا شهيد في الجنه ان شاء الله. طب تقولي له ايه النهارده يا نورسين؟ طب قولي حاجه لبابا، مش انت بتحبيه؟ هتقولي له ايه؟ قولي له حاجه. كل سنه بابا. تقولي ايه لنورسين النهارده اللي هي متاثره جامد يا مدام؟ هي نورسين بنتي فعلا يعني كانت بتعلق بابا جدا، عشان كده دايما سيرته بتيجي ما بتقدرش تنسى، مع انها صغيره يعني، هي كانت 5 سنين و10 شهور لما استشهد رامي الله يرحمه، بس هي يعني بنته كانت بتتكلم على بابا طبعا. يعني هما على فكره نورسين بنتي ما نسيتش ولا اي تفصيله من تفصيلات يعني اللي كان بيعملها معايا، وحتى تقعد تقول لي فاكره لما بابي كان بيعمل لنا كذا، فاكره لما كان بيوديني النادي، فاكره لما كان بيجي ياخدني من المدرسه، فاكره لما كنا راكبين في العربيه وكان بيشغل لي اغنيه كذا، حتى الاغاني بقول لها بابا في مكان احسن وان شاء الله احنا ان شاء الله هنقابله في الجنه. بطل يعني؟ ايوه طبعا. لا وبقول لها انت شايفه الناس قد ايه بتحبك وقد ايه بتقدر ان بابي كان حد عظيم وعمل حاجات كويسه، وانه يا حبيبتي هو في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه، وان شاء الله هنبقى معاه في الجنه ان شاء الله. قولي يا باشمهندس محمد، علاقتك بنورسين ايه دلوقتي ودارين؟ زي ما قلت لحضرتك في البدايه، اولا نورسين انا متعلق بيها وابوها موجود، دارين اتعلقت بيا ومواتم، عشان ننام من غيرهم؟ لا. عشان ناكل من غيرهم؟ لا. ربنا يخليهم لهم دائما في حب، دائما في امان. باشمهندس محمد، قول لنا تكريم الدولة للعقيد رامي. والله هو من ناحية تكريم الدولة كرئاسة فوق، فيها غاية من التقدير، من التقدير، فيها حسن
اجتماع فيها كل ما هو يعني يليق بالرئاسة وما يليق برامي، لأنه كون إن وزير الدفاع يعزيني ويقول لي ابنك 10 راجل ومات راجل في يوم الندوة التثقيفية في شهر مارس 2017 قدام الملأ قدام الدنيا، قال الشهيد العظيم رامي حسنين شرف وفخر لكل المصريين وعدها على أسماع الدنيا إن رامي شرف لكل المصريين. فهذا تقدير كون إن أنا يوم العيد ونقول للسيد الرئيس الجمهورية وهو بشايل درين ونقول له دول ولاد رامي، قال لي عارف، قلت له دول ولاد رامي، قال لي والله عارف. فكون إن هو حاسس بولاد رامي، عارف ولاده طبعا وعارف ولاده وابطاله. كلمه النهارده تقوليها لروح العقيد رامي حسنين، تقول له ايه النهارده؟ وحشتني وبجد غيابك مؤثر جامد فيا، بس حاسه ان روحك دايما حواليا ونورسين ودارين امانه وشايلاهم جوه عينيا، الحاجه اللي بتربطني بيك وحته منك ومني، وربنا يقدرني ان انا اكمل رسالتي معاهم ويكونوا بجد خير خلف خير سلف ان شاء الله. نورسين تقولي لبابا النهارده؟ قال له حاجة محدش يتخيلها. قال له كل سنة وانت طيب. كلمة أخيرة النهاردة توجهها لروح العقيد رامي. ربنا يلحقنا بيك في الجنة، وربنا يعني وقدرني على أن أكون عند حسن ظن ربي في رعاية نورسين رامي محمد حسنين ودارين رامي محمد حسنين، وهم يعلم الله هم قد ايه خلينا عندي، هم قد ايه نور عيني. ربنا يرحمه. مشاهدينا الكرام، كان اخر حاجه قالها العقيد رامي حسنين الشهيد فوق العاده، هو بيقول بندافع عن مصر وواخدين بالنا من ذنب الابرياء. انا اخر كلمه هقولها لبابي هي كلمه اللي هو وحشني قوي وعمري ما الحلقه بدايه. بيحب بلده ويخاف عليها، عارفين ليه يا سادة؟ عشان تربى أغلى ما فيها وحلمه الشهادة. بيحب بلده ويخاف عليها، عارفين ليه يا سادة؟ عشان تربى أغلى ما فيها وحلمه الشهادة. معروف لكل زمايله فعمله بروح الشجاعة، وفي وسط أهله قعدنا دعينا يشملنا بشفاعة. كرم احنا عين تبع شر رجاله، كرم وطيبه وقلب احنا عين تبع شر رجاله. مطيع لربه ورحيم باهله، ده نموذج وحال، نموذج وحال.